حلوين، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض النهاردة. فيديو طلب مني كتير جدا جدا جدا، ازاي احسب تكاليف الشمعة، ازاي اسوق الشمعة، ازاي اسعر الشمعة. يعني بصراحة الفيديو ده يعني بعد طول انتظار يعني جالي عليه كومنتس كتير جدا من البنوتات اللي بتتابعني، إيه ازاي احسب تكاليف الشمعة عشان احط لها سعر مناسب. اوكي، اول حاجة بنجيب تمن الكيلو اللي احنا شغالين بيه، كيلو الشمعة اللي احنا شغالين بيه، وبنقسمه على 1000. تمام، يعني انا مثلا الفيديو النسب اللي كنت نزلته لكم إيه، بنشتغل بنخيل واموك ومايكرو كريستالين والصويا، و بنشتغل بحاجات كتير وشمع العسل. فانت بتجيبي النوع اللي انت بتستخدميه وبتحسبي الكيلو بتاعه على 1000. تمام كده، يعني مثلا انا عندي النخيل اهو، الرينج بتاعه بيتراوح ما بين 100 ل 110 ل 120 115 على حسب السيلر اللي انت بتشتري منها. اوكي، يعني النخيل ب110 على 1000 هيدينا 11 قرش. تمام، يعني جرام النخيل الواحد ب11 قرش. تمام كده، يعني مثلا هنحسب على شمعة البابلز اللي هي الكبيرة، احنا بنعملها حوالي 140 جرام ل150 جرام زي ما انت بتحبوا تعملوها. نفترض ان هي مثلا 140 جرام. اوكي، هنحسب على بابلز الكبيرة. النخيل عندي 56 جرام، هي كانت اخدة كام؟ 40% أموك، 40% نخيل، 10% مايكرو كريستالين، 10% عطر. اوكي، يعني كان 40% نخيل طلع 56 جرام. يعني 56 جرام في 11 من 100 اللي هو 11 قرش طلعت معايا ب6 جنيه و16 قرش. تمام، يبقى انا حاطه في شمعة البابلز الكبيرة ب6 جنيه و16 قرش نخيل. تمام، عندي الأموك، عندي نوعين أموك، الاموك المصري اللي هو البرافين العادي والاموك التركي. طبعا تعرفين انا بفضل الاموك التركي عن الاموك اللي هو البرافين ده، بسبب ان ريحته بتبقى نفاذة جدا ومش لطيفة خالص. فاحلى حاجة طبعا الاموك التركي، بتبقى ريحته هادية شوية عن الاموك البرافين. البرافين ده بحوالي 80 جنيه، يبقى 80 على 1000 هيدينا 8 من 100 للجرام. تمام، يبقى الأموك البرافين 56 في 8 من 100 هيساوي 4 جنيه و48 قرش. الأموك التركي بقى اللي احنا بنستخدمه أكتره، بتروح برضو سعره من 110 ل 115 120، يعني احنا عارفين الأسعار كل مرة بتزيد. 110 على 1000 هتبقى برضو ب11 قرش، هيبقى زي النخيل. تمام، هيبقى 56 في 11 قرش هيساوي 6 جنيه و16 قرش. تمام كده، المايكرو بقى اللي هو المايكرو كريستالين ب240 جنيه، هو غالي شوية، ب240 ب260 على حسب الأسعار بتاعته، يعني على حسب ما هتشتريه. ال240 ده مثلا متوسط سعره على 1000 هيدينا 24 من 100، يعني 24 قرش للجرام. هيبقى 24 من 100 في 14، هي بتاخد 10% البابلز الكبيرة، يعني 14 جرام هتبقى 3 جنيه و36 قرش. تمام كده، العطر بتاعي بقى، العطر بيبقى أغلى حاجة في الكندل، يعني الكندل أكتر حاجة اللي بتبقى مغلياها أوفر العطر. العطر بقى سعره بيتراوح ما بين 2 جنيه 2.5 جنيه 75 3 جنيه، على حسب الكواليتي بتاعت العطر وعلى حسب السيلر اللي انت بتشتري منها. بس طبعا احنا عارفين لازم العطر مخصص للشموع فقط، عشان ما يبقاش فيه مية ولا فيه كحول ولا فيه اي حاجة خالص. تمام، هو عطر مخصص للشمع فقط. يعني مثلا 10% للبابلز الكبيرة تبقى 14 جرام، يبقى 14 في 2 مثلا نحسبه متوسط ب2 جنيه، هيبقى 28 جنيه لل العطر. 28 جنيه هي اكتر حاجة بتبقى في الكندل، يعني هنحسبهم كده مثلا 28 و3 جنيه و36 قرش و6 جنيه و16 قرش و6 جنيه و16 قرش،
طلعوا فرنش حوالي 48 وكسور، يعني قولوا 49 جنيه. تمام. طبعا احنا بنستخدم فيها الوان، بنستخدم الفتيل، بنستخدم طبعا كهرباء وغاز ومية واستهلاك للقالب والتغليف، وكل الحاجات دي لازم نحسبها، لازم تتحسب معانا. اوكي. عند اللون يعني مثلا قول نحط جنيه للون، 2 جنيه للفتيل، الفتيل اللي بيبقى بالقاعدة المثبت ده، او ممكن جنيه ونص على حسب ما انت تشتريه. الكهرباء والغاز وكده بنحط لهم مثلا 2 جنيه. استهلاك للقالب، خصوصا لو انت بتفتح القالب، انا بحب افتح القالب، ما بحبش ان انا احط له خلة بتاعت الخلة الطويلة بتاعت الشاشة تبروك والحاجات دي، بصراحة حسيت ان مش زي ما بفتح القالب تبقى الكندل مظبوطة وشكلها منظم اكتر. لكن طبعا ليه عيوبه، لما انت بتفتح القالب على طول بالابرة الطويلة بتاعت المنجد دي، بالقالب من تحت بيتفتح بيتخرم كده، يعني هوريكو ده، شايفين ده هو مش واضح، تمام، بيبقى ايه الخرم بتاعه واضح كده. ايوه تمام كده بان. ثواني تظبط بس الكام، تمام كده. دي بقى طبعا بنحط لها ايه، بنحط لها قطعة من الشمع، مسدس الشمع، بنلزق حتة حواليها كده، او بنحط لها إيه حتتين صلصال صغيرة بتاع الاطفال ده إيه. فلازم برضو انتي بقى حبة استهلاك كده إيه، عمر القالب قد ايه للشمع على حسب محافظتك عليه، لان برضو السؤال ده جالي كتير، يعني عمر القالب السيليكون بتاع الشمع بيبقى قد ايه على حسب محافظتك عليه، على حسب الالوان اللي انت بتستخدميها، ويعني اكيد بتسيب اثر فيه إيه، فده على حسب استهلاكك. يعني مثلا ممكن تروح من اول استهلاك تستخدمي لون احمر قوي جدا، لما مثلا هو الباودر بيبقى قوي جدا، فساب علامة في القالب، ما عدتش عارفة تستخدمي الوان فاتحة ولا ابيض ولا اوف وايت ولا اي حاجة من دي خالص. فطبعا انا بفضل الوان الفواتح اكتر. مثلا قالب عندك يعني مثلا ده حملت فيه اورنج واصفر وكده إيه والبيربل، فمثلا الاصفر عمل شويه، طبعا انا لسه هغسله، هو لسه ما اتغسلش بعد الاصفر، اكيد اللون هيروح شويه. يعني مثلا ده هسيبه للالوان بقى الغوامق، عندي واحد تاني سايباه للابيض، واحد جديد تاني ده سايباه للابيض علشان ما فيش لون يدخل على لون تاني. تمام. فدي معلومه حبيت اقولها لكم في النص كده. فاستهلاك القالب لازم تحط استهلاك قالب، لان لو القالب باظ منك او كده فهتضطر ان انت تجيبي قالب جديد، فده هيبقى ايه الفلوس بتاعته هتدخل من الشمع برضو، من نفس الفلوس بتاعت المشروع بتاعك. تمام كده. عندك التغليف، الكيس اللي انت بتجيبي بتغلفي فيه، الاكياس اللي انا بغلف فيها، البابلز عشان هتشحنيه، البابلز البكر، البابلز الكبير اللي بتباع بالمتر برضو هتحسبيه، ما انت دافع حقه. الرباط اللي هو الخيش، انت جايبه بكرة خيش برضو هتدفع حقها. اللوجو وكارت اللي هو اللي بيبقى عليه الريحة بتاعة الكاندل، او الكارت بتاع ثانك يو، او كل الحاجات دي طبعا هتحسبي سعرها. انا بجيب الكارت بتاع ثانك يو ده بجيب حوالي 6 ب10 جنيه، فطبعا بحط سعره، يعني الواحد مقرب على 2 جنيه خالص. عندي العلبة الخاصة بالشحن، يعني العلب السودة اللي كنت جايباها معاكم كانت العلبة ب5 جنيه، هي بصراحة سعرها حلو قوي، وبتاخد الكندل بعد التغليف، بصراحة بيبقى شكلها حلو ولطيف قوي. وعندي تكلفة ايدك، يعني برضو انت هتحطي تكلفة ايدك. اوكي. وعندي طبعا لو هتزيني بورق ذهب وجليترز زي ما انا بحب ازين، انتوا عارفين انا بزين الكندلز بتاعتي بورق ذهب وجليترز وكده، فطبعا كل الحاجات دي انتي هتحطيها. يعني مثلا قولي هنحط هنا جنيه واتنين جنيه واتنين واتنين، يعني كل ده مثلا قولي 10 جنيه، وال5 جنيه بتاعت العلبة على حسب شو انتي بتشحني في ايه. انا بشحن في العلبة السوداء دي ب5 جنيه، كده 15 جنيه، فكده طالع معايا 60 جنيه، يعني طالع معايا الكندل كلها 60 جنيه. طبعا عشان انت الخام بتاعك كويس، مستخدمتيش الأمك اللي هو المصري ده، البرافين ده، الأمك التركي، مستخدمة خام كويس، خصوصا لو مستخدمة بقى الصويا السي 3 بتاعت القوالب، مستخدمة الشمع العسل
العسل ده برضو غالي، حوالي 320، والصويا بقت 280 عشان انا بستخدمهم. فبرضو الاسعار بقت غالية جدا، فلازما هتزودي السعر شوية. يعني مش طبيعي ان انت تجيبي حاجات غالية وتجيبي خام غالي والاخر تبيعيها بسعر قليل، فهماني؟ برضو انت بتسوقي على حسب المكان عندك. يعني مثلا بابلز الكبيرة طلع معاكي 140 جرام، طلع ب60 جنيه، ولسه ما حطيتش تكلفة ايدك. يعني انا عن نفسي البابلز اللي بعملها ومتعوبة عليها والخام بتاعها نضيف جدا وبدخل صويا ونحل وكده، ببيعها ب65 جنيه، لان المكان اللي انا عايشة فيه ما يستحملش اكتر من كده، فاهمني؟ يعني المكان ما ينفعش ان انا ازود اكتر من 65، هتبقى غالية اوفر. لكن مثلا انت يعني مثلا المكان عندك كويس وكده والتسويق عندك كويس، فمثلا تزوديها تعملي مثلا ب70، 75، لان الخام بقى غالي، ما عادش اللي هو حاجات كانت ب70 و85 واسعار كده، ما عادش الاسعار دي خالص، كل مرة الاسعار في زيادة اكتر. عندي طبعا لو انت بتستخدمي بقى الجارات هتحطي تمن الجار، وهتحطي لو هتستخدمي فتيل خشب هتحطي الفتيل خشب. انا ما بحبش استخدم الفتيل خشب بصراحة خالص، الاضاءة بتاعته بتبقى واطية، ريحته بتعمل زي دخنة كده بسبب ان خشب. فطبعا لو انت بتحبي تستخدميه، احلى حاجة لما انت تيجي تستخدميه تنقعيه، يعني تنقعي الفتيل الخشب، او عندك الفتيل الخشب اهو، بتنقعيه في العطر. يعني مثلا هتعملي بريحة اللافندر، تنقعيه في ريحة اللافندر من قبلها بيوم، علشان لما تيجي بقى تولعيه تبقى ريحته كويسة، ويبقى الخشب بتاعه ده متشرب من ريحة العطر ويبقى حلو، تمام؟ وبعدين تركبي له القاعدة بتاعته وتلزقيه في الجار. طبعا تعرفين احنا بنلزق بالدبل فيس اللي هو بتاع شي ان ده، انا بستخدمه، واول فتيل العادي برضو اللي الجارات بيبقى لطيف برضو، انا بحب استخدمه بصراحة، بس على حسب السمك، تمام؟ يعني احنا عندي هنا كده تسويق الشمع، بتجيبي 8 كيلو وتقسميه على 1000 كده، تمام؟ وتطلعي كده السعر بتاعه وتجمعيهم على بعض، وتطلعي اللون بتاعك اخد مثلا اللون بجنيه، الفتيل، كهرباء، غاز، استهلاك قالب، تغليف بتاعك كله، يعني كل ده طلعت معايا البابلز الكبيرة ب60 جنيه. على حسب بقى ما انت عاوزة تحطي تكلفة ايدك، على حسب المكان اللي انت شغالة فيه، ايه 65، 70، ايه 75، يعني as you like، زي ما تحبي وزي ما تحبي تسعري لنفسك انت اضرب المكان اللي انت ساكنة فيه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. برضو الكل شموع حاجة مهمة، كل الشموع مثلا البابلز الصغيرة، الكب كيك، انت بتستخدمي كم جرام؟ يعني انا استخدمت فيها كذا، يعني مثلا البابلز الصغيرة استخدمت فيها 40 جرام، عندي 40 جرام، اعمل النسب بتاعتها واشوف استخدمت كم نخيل وكم قمح وكم مايكرو وكم عطر، واجمعهم على بعض كده، ومثلا حاطه التغليف بتاعهم مثلا جنيه، اللون بتاعهم مثلا جنيه، ايه شوف هزواها بورق ذهب ولا جليتر ولا ايه، والتوتال في الاخر هو مزودة عليه تكلفة ايدي، تمام؟ يعني مثلا اتكلفت معاكي 15 جنيه، حطيت عليها مثلا 5 جنيه، ايه اتكلفت معاكي 17 جنيه، تحطي 3 جنيه كده، لطيف قوي. يعني مثلا بتتكلف معايا حوالي 18 جنيه، 18 جنيه، 18.5، يعني مثلا بحب ب20، لان انا المكان ما هستحملش اكتر من كده. لكن انا بستخدم الخام نظيف جدا، وطبعا تعرفين كله بحب ازينه بورق الذهب والجليتر، ما بحبش الشكل الساده، خصوصا ان العملاء بتوعي يعني بيقول لي ايه اعملي حاجه على ذوقك، فحاجه على ذوقي دي فلازم ان انا ايه احلى حاجه عندي اعطاها لهم احلى حاجه. فطبعا لازما ورق ذهب ولازما جليتر ولازما احلى حاجه بجد اقدمها له، خصوصا ان هم وثقوا فيا وكمان قالوا لي على ذوقك، تمام؟ فيا رب الفيديو ده يكون استفدتوا منه بجد، جالي عليه طلب كتير قوي، بس بصراحة حبيت ان انا اعمله لكم بسرعة، خصوصا ان في بنات كتير بتعمل كاندل محترمة جدا وحلوة جدا وما بتعرفش تسوق،
وما تعرفش تعمل تمنها المظبوط. فكده يا رب الفيديو يكون سهل عليكم وبسيط وعجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبحب اسمع كلامكم الجميل، وحط لكم لينك الانستجرام في الديسكريبشن بوكس، وبحب اسمع كلامكم جدا. باي باي يا حلوين.